أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا العدد المتجدد من برنامجكم التفاعلي تواصل.com. أربعة ملفات نستعرضها وإياكم اليوم، ولكن قبل أن نذهب إلى التفاصيل الواردة فيها نقف بداية عند العناوين. البداية ستكون مع ما وصفه نشطاء كوارث الاحتفال بفوز المنتخب الوطني، وأب يبكي ابنه المقتول برصاصة طائشة بمدينة الصدر، وطفل آخر يدخل العناية المكثفة بعد إصابته الحرجة. بعد ذلك نظل مع أخبار المنتخب الوطني، ولكن هذه المرة نتوقف عند رسائل الدعم الشعبية التي يوجهها عراقيون إلى المنتخب العراقي، ثم نذهب بعدها لنتوقف عند الشعر الشعبي ومواطن يوجه من خلال موال عراقي رسالة إلى الساسة في العراق بسبب الأحوال الميدانية، والختام سيكون مع ما رصدته كاميرا المراقبة لما سماه نشطاء عصابة نسائية تنفذ جرائم سطو على عدد من البيوت في بغداد. أهلا بكم من جديد. البداية ستكون مع رجل يبكي بحرقة بعد أن فقد ولده بطلقة نارية طائشة أصيب بها في مدينة الصدر شرقية بغداد بالاحتفالات التي أعقبت تأهل المنتخب إلى الدور 16 بكأس أمم آسيا المنعقدة حاليا في دولة الإمارات. نتابع. بالمره الف طبعا، المره الف وحشينا وقلنا وكررنا، ومدينه الصدر طلعت باكثر من وقفه احتجاج. يا ناس كافي، يا اخوان كافي، كافي قتل، كافي دماء، كافي موت. ايش وقت راح نصحى على ارواحنا؟ هاي العالم شنو ذلفها؟ يعني باكر اليوم اليوم ابنه، باكر ابنك، واللي يرمي هو ابني وابنك، هم ولدنا اللي جاي يرمون. يعني كافي يا اخوان، ملينا من هالعاده السيئه، العاده القبيحه، كافي. خلي صوتنا يوصل، خلي صوتنا يوصل لهاي الناس، نقول كافي دم، كافي موت، كافي قتيل. شنو ذنب هالعالم؟ ايش وقت نحس على ارواحنا؟ ايش وقت نصير مثل باقي الشعوب؟ ايش وقت تنهض بينا هاي الغيره؟ وين الغيره مالتنا؟ وين ماكو جبان صعد لفوق؟ كافي موت، كافي قتل، شو ذنب هالعالم؟ رسالة نتمنى أن تصل. هذا أبرز ما تحدث به هذا الرجل الذي ظهر مواسيا للأب المفجوع بابنه الذي قتل برصاصة طائشة. نبقى مع أخبار الرصاص الطائش الذي أطلق للاحتفال بفوز المنتخب الوطني، وتسبب هذه المرة بدخول طفل من محافظة البصرة إلى غرفة العناية المكثفة في مستشفى المدينة. نتابع. ربما استمعتم إلى صوت بكاء الموجودين في الغرفة وهم يأملون أن يقوم هذا الطفل بالسلامة، ويتساءل العراقيون عبر مختلف مواقع التواصل ما ذنب هؤلاء الأطفال في موقف كان يفترض أن يكون احتفاليا، وبسبب تهور غير المسؤولين الذين لا يتمتعون بأدنى قدر من المسؤولية المجتمعية العامة، بسبب هؤلاء ممن يستخدمون السلاح بشكل طائش يدفع أمثال هذا الطفل للأسف الثمن. الآن نبقى مع أخبار المنتخب، ولكن نذهب إلى صورة إيجابية إلى حد ما. رسالة دعم للمنتخب العراقي من مجموعة من الشباب في بغداد. نتابع. من بغداد الحب والسلام والحرية، دعما لأسود الرافدين. عراقي عراقي أبو الغيرة العراقي، عراقي عراقي أساس العراقي، عراقي عراقي أبو الغيرة العراقي، عراقي عراقي أساس العراقي، عراقي عراقي أبو الغيرة. نشطاء
عراقيون من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وصفحاتهم الخاصة تساءلوا لماذا لا تكون الاحتفالات ذات بهجة وبهذه الطريقة وبهذه الصورة السلمية المهذبة والحضارية والتي لا تخلو من صدق المشاعر. لماذا تكون عادة الاحتفالات للأسف بالرصاص الذي ينعكس فواجع على الأرض؟ الآن نذهب إياكم إلى ماراج أيضا على مواقع التواصل وحديث عن هشام الذهبي وأيتام العراق الذين وجهوا رسالة دعم لأسود الرافدين. تعالوا نتابع معا. ندعم أسود الرافدين في تصفيات أمم آسيا وإن شاء الله سوف يعيدون الكرة ويجلبون كأس آسيا. عيوننا تنظر إليهم وقلوبنا معهم ونرفع أيدينا بالدعاء لهم. أسود الرافدين هم أبطال آسيا إن شاء الله عام 2019. وبعد هشام الذهبي وهؤلاء الأيتام من أطفال العراق نذهب إلى رسالة دعم أخرى من أجل المنتخب وجهتها مجموعة من طلاب الصيدلة في جامعة البيان. صاعد منتخبنا ما حد ما يهزنا، احنا نهز الجبال زلم مو بس حش افعال. ايقدها ولدنا ايقدها ولدنا، لا فلان لا علان ما حد ما يهمنا. احنا زلام ولد زلام ويخوف اسمنا، احنا زلام ولد زلام ويخوف اسمنا، احنا زلام ولد زلام ويخوف اسمنا. ملعب من ندوس يقوم يتنخب علمنا، ملعب من ندوس يقوم يتنخب علمنا. وحتى الجول لمو شال من هجمة ولدنا، حتى الجول لمو شال من هجمة ولدنا. بعد هذه الرسائل المفعمة بالإيجابية مشاهدينا الكرام، للأسف نجد أنفسنا مضطرين لأن نعود إلى الواقع والظروف الخدمية الصعبة والمشاكل الموجودة في مختلف المحافظات العراقية. الآن إلى مواطن عراقي يلقي أبياتا من الشعر الشعبي من أجل شحذ الهمم، وجاء في أبياته أنه لا حل مع السياسيين إلا بثورة تقلعهم بحسب مواله. تعالوا نستمع وإياكم. خربان الشوارع والبلد غرقان ومضغوب علينا طيان يا أبو طيان، أريد أقعد وسولف يم قبر شعلان، أقل أقعد وهوس بلك تلقاذان، تسمع لو صحت وتكفكف الذرعان. مو حل الفرض مو حل الفرض وابن الحمولة نهان، قوم اصرخ وصيح بصوتك الرنان، حل فرض الخامس قوموله حل ما يتحقق ويذول. هي أبيات من الشعر الشعبي العراقي إذن. والآن إلى الموال، موال مع لقطات لحال بعض شوارع العاصمة بغداد عقب الأمطار الأخيرة، وتروي اللقطات التي ستشاهدونها حالة السخط التي يعيشها العراقي. صفقنا شكثر لزيان لزيان والموزيان والموزيان، أو لحد الآن ندفع ثمن صفقتنا. شجعنا الحرايم وهي الحرايم وبينا طمعنا، لحد ما وهق بينا وبهق ديرتنا ديرتنا. هوسنا لحد ما نفش ريشة وطهر، أو نسينا إلى حجم حجم بهايهو. الآن إلى معاناة أخرى تهدد الأمن والاستقرار بسبب للأسف تواصل العجز والإهمال الحكومي فيما يتعلق بمسألة الأمن وحفاظ أمن المواطنين. العراقيون عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي تحدثوا عن مجموعة من النساء وقالوا إنهن يشكلن عصابة للسرقة ويقمن بمهاجمة منازل في منطقة زيونة في أساليب جديدة تعتمدها بعض العصابات لدخول المنازل في بغداد. شو؟ يعني يجيهم تخرج ولا يلا تعال فتح؟ لا لا بس حتفوز. فتحت الباب. ايه صباح بدنا نفوت. ما فيش صحتك تتعب.
بس انا ما قدرت اكمل بعد جوه. تدري ليش؟ نتشربش عود بعد طلعت عافيه وطلعت. نبقى في ذات الموضوع إذن، فأي عمليات سطو تنفذها هذه العصابة؟ كما ذكر النشطاء على مواقع التواصل قالوا إن العصابة تنشط في منطقة زيونة ببغداد، تحديدا شارع المغرب، وأرسلوا تحذيرات إلى أهل المنطقة. دعونا نشاهد هذه المادة المصورة وستكون مصحوبة بتعليق منا. طبعا الآن ستظهر هذه المادة وفيها هذه السيارة. طبعا النشطاء نبهوا إلى أن العصابة مكونة من 2 من النساء ومعهن طفلة، يستهدفن المنازل الفارغة ويدخلن البيوت ويسرقن منها ما خف وزنه وغلى ثمنه بحسب النشطاء العراقيين. طبعا هذا التصوير لأحد الشباب العراقيين. الآن مشاهدينا في إطار الموضوع ذاته وهي العصابة النسائية التي ستظهر واضحة بالتصوير الذي سيعرض الآن على أمامكم، هذه العصابة ستكشف وجوهها الآن أمامكم. وأكد من نشر المقطع أن العصابة حاولت سرقة المنزل أو أحد المنازل في منطقة زيونة ببغداد لكنها لم تفلح بتحصيل شيء من البيت، ودعا إلى نشر المقطع طبعا للتحذير من مثل هذه الجرائم. دعونا نتابع هذه اللقطات. في مواقع التواصل الاجتماعي استياء كبير بعد ظهور القنصل العراقي في مدينة مشهد الإيرانية ياسين شريف العضو في حزب الفضيلة. أيضا القنصل ظهر متكلما بطريقة تعد دعاية لمركز إيراني للتجميل. مواطنون طبعا تساءلوا هل يجوز لدبلوماسي عراقي أن يظهر في حملات ترويج إعلانية؟ نشاهد المقطع المصور ومن ثم نذهب وإياكم إلى التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم. لغرض توفير الخدمات الطبية بشكل أمثل إلى أبناء العراق المراجعين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، توكلت على الله وبصحبة وفد من القنصلية العراقية العامة في مدينة مشهد المقدسة. إنه العجب العجاب، الآن نطلع وإياكم على أبرز المنشورات التي كتبها شباب عراقي عبر صفحاتهم في موقع فيسبوك، وكيف جاءت ردود فعلهم على هذا المقطع لهذا القنصل. البداية ستكون مع مصطفى يكتب: والله حاطين ناس كل شيء ما تعرف بالسياسة، بس نزلوا هيبة وسمعة العراق، أكيد حصل كم فلس وطلع يساوي دعاية. هذا الشاب يتحدث عن فكرة كيف لمسؤول عراقي يتقاضى راتبا من الدولة يقوم بمثل هذه الدعاية الترويجية التي من الممكن أن تكون مدفوعة الثمن من الجانب الإيراني الذي طلب منه أن يصور هذه الدعاية. إلى تعليق آخر أو منشور آخر نذهب وإياكم، وكتبه علي. يقول علي: هذا الحدث إن دل على شيء فهو الاختيار السيء للدبلوماسيين، فهذا الشخص يجهل أبسط مفاهيم العمل بصورة عامة وليس الدبلوماسية فقط، مما يدل على حجم المصيبة. علي يتحدث ويقول إن هذا المسؤول للأسف يفتقد إلى أدنى يعني التفاصيل المتعلقة بمهنته وما قام به، لا علاقة له بالعمل الدبلوماسي لا من قريب ولا من بعيد. إلى منشور آخر. في المنشور التالي مهند يكتب: القنصل الأجنبي عبارة عن ثعلب استخبارات، القنصل العراقي يساوي دعاية لزراعة الشعر. مهند هنا أعزائنا المشاهدين يطرح مقارنة ما بين القنصل الأجنبي والقنصل في العراق وكيف يعمل كل منهما. إلى منشور جديد نذهب وإياكم، وكتبته زينب. تقول زينب: صارت علني، قبل كنا نقول خطة وممنهجة لطرد كفاءات البلد واستحواذ دول الجوار وانتفاعها،
حتى من أمراضنا ما حد كان يصدق، هسا صارت علني. زينب هنا تتحدث عن فكرة كيف أن المسؤولين كانوا سابقاً يقومون ببعض هذه الأعمال ولكن بعيداً عن الإعلام ودون دراية الجماهير، ولكن اليوم باتوا يباهون وهم يصورون مثل هذه المقاطع التي تدينهم أكثر مما تنفعهم وتضع العديد من التساؤلات. إلى المنشور الأخير نذهب وإياكم الآن، وكتبه سعيد الحريش. يقول سعيد: المشكلة مستخدم مكتبة الرسمي اللي هو يمثل الدولة العراقية بهذا الإعلان، وعلامات تعجب وعلامات استفهام. بعد الفاصل نذهب وإياكم إلى تويتر. الهاشتاغ الذي نشط خلال الساعات القليلة السابقة أعزائنا المشاهدين هو هاشتاغ السيستاني يبني مستشفى بإيران. طبعا افتتاح مستوصف بتمويل من السيستاني، هذا المستوصف قدم رفقة مسؤولين إيرانيين إلى أهالي خرم شهر، وشخصيات إيرانية أكدت أن المستشفى أسس من خلال السيستاني، وقالوا إنه مركز مجهز بجهازات علمية وإمكانيات كبيرة. في المقابل عراقيون أبدوا استياءهم الشديد بسبب هذا التصرف وتساءلوا: ألا يجب أن تكون هذه المشاريع في العراق ليستفيد منها آلاف المرضى الذين لا يجدون علاجا ولا مستشفيات تطبب جراحاتهم؟ جانب من الاستياء الشعبي تبينه لنا هذه التغريدات التي اخترناها لكم. التغريدة الأولى كانت من نصيب سمية. تقول سمية: السيستاني يبني مستشفى بإيران، المستشفيات العراقية في حال يرثى لها وأموال العراق والعتبات المقدسة تذهب لبناء مستشفيات في إيران، أليس العراق أولى بهذه المستشفيات؟ اليوم العراقي يموت ألف موتى بلا علاج ولا عناية ولا تجهيزات، والصحة يستلمها من حرامي الحرامي والحكومة إيرانية. إلك يا عراقي، السيستاني يبني مستشفى بإيران. نذهب الآن إلى التغريدة الثانية أعزائنا المشاهدين، نتعرف على اسم كاتبها. محمد يقول: محمد، أليس الأجدر بناء مستشفى في كربلاء والنجف والقادسية والبصرة أفضل من أموال الخمس أو الزكاة أو غيرها من الأمور؟ محمد يدعو السيستاني ومن يشجع مثل هذه المبادرات للأسف بناء مشافي في دول أخرى على حساب تدفع من موازنة عراقية ولا يستفيد منها العراقيون. لماذا لا يكون هذا المستشفى وأمثاله في النجف، في البصرة، في بغداد، في مختلف المحافظات؟ ويتواصل التساؤل. إلى تغريدة ثالثة نذهب وإياكم. ابتهال المالكي تكتب: أموال العراق تذهب لإيران مبالغ غير معقولة تعدت المليارات، والشعب ما بين طريح فراش ويجمع القواطي لكي يشتري رغيف خبز يعيش بها. هذه الفتاة تتحدث عن فكرة كيف أن الشارع العراقي والمواطن العراقي للأسف مواطن منهك مسحوق، لا يجد من يمد له يد العون، في المقابل يجد أن أمواله للأسف يبنى بها مستشفيات في إيران. إلى التغريدة الأخيرة نذهب وإياكم، وكتبها نعمان. يقول نعمان: ألف عافية، ما لللبن لللبن. أظن أن هذا المثل العراقي الدارج واضح لكم أعزائنا المشاهدين ولا يحتاج أي تفسير. بعد الفاصل أذهب وإياكم إلى المقاطع المصورة. دلالات التحركات الأمريكية في العراق، دعونا نتابع وإياكم لمزيد من المعلومات.
الآن إلى هذه المادة والتي تتحدث عن تواصل الصراع السياسي على مناصب وزارية في حكومة عبد المهدي. دعونا نتابع. مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في عدد هذا اليوم من برنامجكم التفاعلي اليومي تواصل.com. لاحقا نلتقيكم وأنتم تتمتعون بموفور الصحة وتمام العافية. إلى اللقاء.